يا الربع حولوا شمال شمال. اليوم تبتدي منافسات المجموعة الأولى من بطولة القلائل عام 2015، والفرق المشاركة هم السد، العاصفة، السيلية، ومرمي. يتسابق العساسة لحجز مواقع مناسبة لبني بيت الشعر. البعض واجه مشاكل ما كان يتوقعها. بعد شوي راح نكشف لكم المواقع اللي تم اختيارها، وبنتعرف على سبب اختيار هذه المواقع. محمد بن علي البرقش النعيمي قائد فريق السد. فريق السد المشارك هذا العام هو الحصول على البيرق بأي طريقة. المجموعة متكونة من 9 أفراد، أنا قائدهم أكبرهم سنا. معظم الإخوان اللي بيشاركون معانا في الفريق كل واحد يمتاز ميزة اللي هو قص الثر، القدرة على التحكم وصيد الحباري. استراتيجية اللي قدامنا بنصيده كانت حباري أو ضبع. احنا مستعدين للحباري بمجموعه من الصقور من خيره الطيور، وعندنا سلقان كانت مشاركه من قبل في القلايل. انا من عائله تهوى الصيد بدون يعني ما امدح او ازود في الكلام. القلايل كانت قبل لا تكون محميه كانت ارض مفتوحه للمقناص. انا قانص القلايل هذه يعني عارف المكان، لكن لما صارت محميه اصبحوا الناس من الصعب انهم يدلون فيها. لا، احنا عندنا خلفيه. أساس النجاح في بطولة القلايل المركوبة اللي أنت راكبها، الذلول. أنت عندك الطير وعندك السلوقي، وفي الزباير هذه والسيوح اللي في القلايل تحتاج إلى ناقة فعلاً يعني متأهلة أنها تمشي مع الصقار. الحين متوكلين على الله إن شاء الله، بناخذ لنا مشوار حوالي 4 كيلو 5 كيلو، وبنعود إن شاء الله بنفس المسافة. والله طيري هذا ذياب طال عمرك طير صايد وقرناه السادس ومشاركين بالقلايل، وهو طير الطلع له يمكن حول 5 سنين ما هدينا على شيء الا الحمد لله وجاه صاد في قطر وصاد برا. والله الوقت الحاضر حوالي 6 طيور، نحاول ان شاء الله نجيب بعض طيور الستة كفايه، لكن الله اعلم يمكن طير ولا طيرين تخبر مع هذا الظروف هذه. أما الكلاب السلاقين هي 3 بس، قيدونا ب3، شفتوها معانا اليوم علمناها معك. الخلفية عني أنا من وزارة التربية والتعليم، من المدرسين القدامى بعثة 1970، عملت وزارة التربية والتعليم إلى 1999. خلال الفترة هذه أسسنا نادي السد. لعبت في نادي السد ومن إدارة نادي السد ومن مشجعين نادي السد. بالنسبة لوجودنا في منطقة النقيان، صح انها بعيدة شوية عن أماكن السكن، ولكن الله يعلم احنا نجي الصباح ونجي العصر، وأوقات النام هني
يعني احنا ماخذين الامور يعني موضع الجد. سعيد بالنسبه لمكانك اللي قلت عنه شو اسمه؟ والله شمالي المكان شمالي شقره. زين. وجنوبي زرقاء. خلاص اذا ان شاء الله الاسبوع الجاي نجي بدري ان شاء الله ونحاول نطبق الخطه اللي انت تكلمت عنها. بس ان احنا نروح مثلا من عقب الظهر ونمسي هناك، واليوم الثاني الصباح بعدنا نفس التدريبات اللي سويناها عشان الطيارة تقفل، ولا إذا بعد عندك شور ثاني ولا شيء. توكل على الله. أرضها وش يا سعيد؟ والله طبيعتها شبيهة للقلايل بالنسبة لي أنا. حسب معرفتي إنها شبيهة للقلايل يعني. حتى الطيور حتى كل شيء يا أبو علي يعني طبيعة القلايل تعطيك برنامج يوم واحد عبارة. خلاص. على الربع ان شاء الله يسمعون الكلام. بالنسبه يا شباب شفتوا اليوم الهواء اللي جانا واحنا سارحين، ترى يمكن بعد يصادف انه في القلايل يجينا نفس اليوم، لكن لله الحمد الان احنا تدربنا على يوم عج وبرد وهواء، لكن لله الحمد طيورنا طيور دعيتوها والمطاير ركبناها، اذا معناته ان شاء الله احنا مؤهلين لو صادفنا الشيء اللي مثل هذه ان احنا ما ننصدم او ان نتاخر. بالنسبة لفرق المشاركة أتمنى لها إن شاء الله التوفيق، لكن اللعبة الأولية أقول لكم اللعبة الأولية خلصت. اليوم إحنا عيال اليوم خطط واستعداد وحلال جاهز والطيور صايدة، هذا يأخذ البيرق. المقناص هوايتي، أما القلايل حلم تحقق هذا الحلم. أنا محمد خميس النعيمي قائد فريق العاصفة. جبت خط تجربة القلايل وأنا عضو في أحد الفرق، وعجبني مقناصها وطريقتها وحبيت أتقدم قائد فريق وجمعت في ربع وبقناص. أتكلم أنا كقائد فريق، إحنا عندنا الخبرة الكافية اللي تأهلنا أن نقنص في القلايل، إحنا عندنا خطط نتحفظ بها. والله أعضاء الفريق العاصفة جاهزين وودهم بانتخال المحمية بأي وقت، جاهزين كاملين متكاملين والكامل وجهه، ولا أنتم شايفين منا إلا اللي سر. المقناص والمطاريش وخوة رجال تعني لي كل شيء في حياتي، اخترتهم على خبرتهم وعلى عرفهم، وفريق العاصفة بتعينه متمسك بسلم الخوة. ماجد مطل المريخي عضو في فريق العاصفة، أول مشاركة في القلايل ومتحمس للمقناص. بطي ناصر فهد حرموس النعيمي، هذه أول مشاركة لي في القلايل. إحنا موزعين الأدوار، في فريق حق المقناص، فريق حق المطايا، وفريق حق السلقان. أنا مكاني المقناص. وبالنسبة للهجن ما معنى إحنا ولا خير، فريقنا كله هجن. إحنا ماخذين عليها بروفات كاملة للمشاركة في المسابقة. اللي ما يصلح تكرم مع الكلب ما كنسلناه، واللي يصلح مع الطير خليناه، وهذه خلاصة تعب 4 شهور ولا 3 شهور عشان ما تصادفنا أي مشاكل خلال 4 أيام. والله الطيور بالنسبة للطيور اللي مع الفريق فيها طيور تفرع وصايدة وفيها فروخ على علومة. أنا معجب ناصر حمراني الهاجري، أول مشاركة لي في القلايل، هواية الطير وأحب المقناص. علي منصر الغيثين، هاي ثاني سنة كنت قبل مع فريق المعيدر، متحمس جدا ودينها من بكرة تبتدي. هذا ولدي سالم، أعرفه على الهجن وعلى الطيور وعلى المقناص. نحب القلايل، الحين إذا كبرت أبغى فريق وقايد. سلطان بن حمد بن ناصر الحميدي، هذه السنة إن شاء الله الرابعة اللي أنا بشارك فيها في طور القلايل. القلايل هي تقريبا بالنسبة لي هي أحلى 4 أيام في السنة، صعب إني أنا أضيع البطولة هذه، تعني لي أشياء كثيرة. والله أنا اخترت اسم العاصفة لأن له صدى ولا قد طرح في المسابقة وحبيت أتميز به. ما عندنا مشكلة لو تهب عواصف ما تقدر تواجه عاصفتنا.
معكم أخوكم محمد بن علي بن فرج الغفران المري قائد فريق السيلية. هذه ثالث سنة أشارك في القلايل وإن شاء الله هالسنة داخل بقوة إن شاء الله. الاسم فريق السيلية طبعا أنا ساكن في منطقة السيلية، فأول ما تذكرت المنطقة سميتها باسم منطقة السيلية. القلايل كل واحد يتمناها، يتمنى أنه يدش القلايل من كثر الصيد، وطبعا أنا ساتنا فيها أكثر من عبارها رياضة حلوة، طبعا فيها ركوب وفيها تعب شوي لكن رياضة حلوة، أنا أشوفها رياضة حلوة. حنا طبعا اللي فيه سكر واللي فيها تروح الأمراض. العام كنت مشارك والحمد لله كان أموري طيبة، لكن هالسنة عندي مشكلة في الركبة شوي، فالمطية هريح شوي من الخير. الأعضاء طبعا اخترتهم إن شاء الله أنهم من خيرة الرجال، وهم قد حد فيهم قد شارك وفيهم ناس جدد، لكن واثق فيهم إن شاء الله أنهم صاملين وجيدين في المقرص. بالنسبة لخطة الصيد، فالصيد كله لازم نخطط عليه كله، سواء طبي ولا حبارة ولا كروان، أي شيء يطرق قدامنا نصيده إن شاء الله. المجموعة الأولى طبعا فيها ناس مشاركة، فالإنسان مهما دخل ما يستهين في خصمه. والله تدريباتنا طبعا كان حر تدربنا، كان برد تدربنا، كان هواء تدربنا، لان هناك ما تعرف ايش الجو اللي يصيدك، هل هو برد هل هو حر هل هو هواء، الواحد ما يعرف ايش النصيبه هناك، لكن ان شاء الله جاهزين على الامور. احمد بن يوسف الخليفي عضو في فريق السيلية، وهذه المشاركه الثانيه في مسابقه القلايل، وانا مصور الفريق. اللهم ما يخاف إلا الجبان، أنا مش طبعاً مش جبان، أنا داخل بقوة. طبعاً إحنا العام خذنا مركز الرابع، وإن شاء الله هالسنة طموحنا إن شاء الله الأول. فكل واحد يطمح للأفضل، وحنا نطمح للأفضل مثلنا مثل غيرنا. بطولة القلايل تعني لنا كل شيء، أملنا في البيرق بإذن الله. طبعاً اليوم إحنا تمرنا وعاد يبينا زود في التمرين، عشان الشباب يستعدون، انتوا داخلين نبغى البطوله، اللي يبغى البطوله يجتهد على نفسه. الله يقدرنا ان شاء الله، وان شاء الله كلكم مستعدين ان شاء الله، اموركم طيبه وابشركم ان شاء الله. جاهزين اخذ الناموس ان شاء الله. وهالسنه تغير الفريق طبعا، تغير بوجودكم كلكم فيكم بركه. الحرفه طبعا مو بان الحال، انتم ما شاء الله عليكم يعني خبرتكم في المقراص ما يحتاج، كلكم عارفين ومجربين وكل شيء مجهز. خيل جاهزة ومطايا جاهزة وطيورنا جاهزة بعبرك، وكلابنا بعد جاهزة الحمد لله فضل الله. الله ييسر أموركم، وحنا ندخل وكل شيء على الله سبحانه، توفيق من الله. أشكر من شجع فريق السيلية العام أو هالسنة، ونقول بيض الله وجيههم وفالنا فالهم التوفيق ان شاء الله، ان شاء الله بيشوفون طبعا السيلية داخل بقوه، وفالهم التوفيق ان شاء الله وفالنا. إبراهيم بن علي النعيمي قائد فريق مرمي. طبعا جيزي جيز أكثر هالقطر، راعي طير قناص أكثر من 30 سنة. المقناص سواء في قطر أو خارج قطر يمكن جربناه، لكن اللي جرب بطولة القلايل ودخوله كفريق وكأعضاء فريق متخاوين وعلى الزين والشين، تختلف وياه الأربعة أيام هذه كأنها شهر قانص برا البلاد. من أجمل المسابقات اللي استوت، والمقناص في القلايل بحد ذاته شرف اللي بيدخل. ثقتي في فريقي ثقة كبيرة، يعني ما اخترتهم أنا من عبث، كلهم يمكن اللي دخلوا وياي العام أنا شايفهم جربهم هالطير وهالمقناص من قبل. قائد بن عبد الله القريصي عضو في فريق مرمي، هذه السنة ثالث مشاركة، اللي يتعب على هذه البطولة
ويدخل العريق المحمية صدقني عبارة انه فايز. اخيكم علي محمد النابت، عضو في فريق مرمي، وهذه ثاني مشاركة لي في بطولة القلايل. بطولة القلايل تعني لنا شيء كثير، وتردنا على أن نشوف حياة أجدادنا وشون كانوا يتعبون في المقناص، مو من نفس المقناص ذا الحين. كثر الطيور قاتها في القلايل، بتسرح واحد وبتخلي لك واحد في العنة. يعني احنا حاولنا نخفف الطيور، ركزنا على الطلع وركزنا على فروخ الشواهين للحق. يمكن احنا من حسن حظنا ان نكون اول مجموعة تدخل، يعني قبلنا لا فيه ثر ولا فيه قانص ولا فيه ثر ذلول ولا حصان، فالثر واضح ويمكن من احسن المجموعات اللي بتدخل خاصة اول يوم. وابغى اقول غايدنا راح ان حزامك اللي ما يبور ان شاء الله. كلمتي الغادة وأعضاء الفرق المشاركة السنة لبطولة القلايل، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، وأتمنى لفريقي الفوز في النهائي إن شاء الله. يوم دخول العساس المجموعة الأولى في بطولة القلايل 2015، اختيار العساس من قبل الفريق يعني الثقة الكاملة بخبرة العساس في اختيار الموقع المناسب للفريق. راشد بن عجلان البوعينين من البحرين، وانا اسس فريق السد ان شاء الله. والله الفريق معتمد على الله اول ثم علي، وان شاء الله اختار الفريق المحل المناسب اللي يرضيهم ووفقنا ان شاء الله في مقناصنا ان شاء الله. جاهز والتوفيق على الله. يلا يلا يلا، خل عنك التعب، خل عنك الكسل يا بعيرنا. هاي المحميه اول مره ادخلها، وما شاء الله المحميه وسيعه وارضها زينه، وبشوف لي مكان ان شاء الله يناسبنا، وبشوف مجموعات ما شاء الله عينت لها محلات، وانا ان شاء الله باجنب جنوب منها وبشوف لي مكان زين يناسبنا ويناسب محلنا. احنا انا مع واحد من عساسة الفرقة الثانية مشينا مع بعض من البداية، وهذا ما يأثر علينا او عليه. لو وصلنا المحمية كلنا نختار له محل اللي يشوفه مناسب، والله يوفقنا ويا الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ابو احمد، هذا المكان اللي اخترته؟ اي نعم. الله يوفقكم ان شاء الله. عمليات معك حكم فريق السد، بعطيك الاحداثيه. 4-1-9-4. الله يقويك الله يقويك. طيب ابو احمد، موفقين، هذا مكانكم ويا رب يوفقكم ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق. الله يجزيك خير ويسلمك ويوفقنا وياك. شكرا شكرا. علي من نصر الغيثين مع فريق العاصفة. والله يا ابو عبد الله الربع كلهم كلموني حفصوني، قلت لهم ابو عبد الله ما يحتاج له وصاف مره. ان شاء الله نكون عند حسن الظن، وان الله يعطينا المنزل الطيب اللي يرضيكم ويرضينا مثل ما اتفقنا ان شاء الله. الله يوفق ان شاء الله. حميت ان نكون العساس تقدير من اخوياي، وعندي بعض المعلومات في العريق،
هم اختاروني ان اكون العساس اليوم واختار الموقع المنزل. سبق العام اني اشتركت في البطولة لان كنا مع فريق المعيذر وفزنا بالمركز الاول وعندي خبرة المواقع والربع اختاروني تقديرا منهم. بختار الموقع الطيب اللي قريب من العرق ما يكون بعيد علينا بكرة يوم الأربعاء. تأخرت كان معي واحد من الربع من الفريق السد كنت أنا لأنه ما هو بخيص بقى كنا بنطلع يعني أبغى حصل منزل وأنا حصل منزل وبعدين الربع يطلعوا قدام زينة للمنزل وللبيت وللمطايا أرض طيبة والموقع طيب حصلنا المنزل الطيب إن شاء الله ما كلها طيب وقريب من العرق ما في شيء يخرج وقريب من الانطلاقة الطريق السهل بعد أحسن منها السهل يا عمليات يا عمليات تشيك على المكان العاصفة محمد علي المري قائد السيرية احنا جايين الحين اليوم بنشرح اساسه وكل واحد يختار منزله ان شاء الله الله يوفقنا ويوفق جميع الافرق ان شاء الله طبعا الموقع يكون على حسب ظروف الجو هل هو نشوف انه مطمن او نشوف انه طبعا لازم يكون الجو يعني الارضيه تكون اوكي على اساس مرابط الجن وعلى اساس البيت نبني البيت فيه عند الرجال ذحين أول حاجة يطلع على العرق وطبعا المقناص بيكون على العرق إن شاء الله شفت المناسب الموقع هذا هو أنسب شيء للفريق بسم الله وياك الله يجزاك خير والله الحصان هرب طبعا شليت البيرق وخاف من البيرق ومرس مني وراح صرح صوب لكن ان شاء الله نقبض ان شاء الله نعود عليه والله صار لك كل خير ان شاء الله طبعا الحصان مرس مني في العرق ورجع المنصه الحمد لله رب العالمين الامور طيبه ان شاء الله فهد عبد الله القريصي حساس فريق مرمي الفريق كله نفس المعلومات اللي عنده وكلنا واحد
اختار لي بسبب اني قريب من المكان، لاني ساكن في منطقه الكرعانه. لكن كان في اخطاء ولا شيء، ان شاء الله نضبطها. اتمنى من الله التوفيق. ولا حد بداخل البطوله الا هو متحزن، بس ما دام قايدنا ابراهيم بن علي النعيمي ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد تشوفون مفاجاه جديده ان شاء الله باذن الله. ان كان ربي ييسر الامور، الحماس من بكره ان شاء الله بتشوف الحماس ان شاء الله. نتمنى من الله التوفيق لنا وجميع الافرقه اللي معنا من غير قصور فيهم. عمليات ارسل. والله الحمد لله ربي وفقني المنزل ان شاء الله. انا مبروك بغض النظر عن العرق، العرق مقناصه عشان الاثر. بعد اختيار مواقع بيوت الشعر تبتدي المنافسة الحقيقية. احنا موجودين هنا في القلايل من 3 أيام. نهاية هذا اليوم تعني اقترابنا من انطلاق أول مجموعة في بطولة القلايل 2015. حولوا شمال شمال.